يشمل برنامج الأشغال هذا المشروع التطوير واستغلال محيط بركين كتلة 404 و208 على وجه الخصوص أشغال مسح الزلزلي الثلاثي الأبعاد عالي الكثافة، حفر 100 بئر نفط، تحويل 46 بئر وأبار ويك، إنجاز دراسات ومخططات التوجيهية وتحسين الأداء المنشآت التنفيذية، حلول رقمنة حقول النفط، إنجاز مشروعين تجريبيين وكذا مشروع بيئية ومشاريع بيئية خاصة بالحد من بصمة الكربون. هذا العقد يشكل معلماً إضافياً في مسيرة الشراكة والتعاون التي بدأت سنة 1989، ومن خلاله سيتم استثمار ما يقارب 4 مليار دولار لإنتاج ما يفوق المليار برميل مكافئ نفط. إنها فرصة هائلة لأوكسيدنتال والجزائر، لأننا نعتقد جلياً أن هذا البلد لديه موارد واسعة ليتم تطويرها، ونعتقد أنه من خلال العمل مع شركائنا أوني وتوتال إنرجي سوف نرسم طريقاً، وسيكون لدينا إمكانية الانفتاح على أشياء جديدة هنا في الجزائر.